يا مساء الفل على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده من وصفه هنيه. هي النهارده الحلقه بتاعتنا حلقه مميزه جدا جدا. انا مش معايا حد قليل، انا معايا حد خبير في التغذيه. معانا النهارده ضيفه منورانا في الاستوديو، وطبعا اكيد معايا زميلتي سالي سليمان. ازيك يا سالي؟ ازيك يا شيرين؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيرين؟ اهلا بيكي يا نهى. اهلا بيكي. الحمد لله يا روحي. انت منورانا النهارده. ربنا يخليكي يا روحي، ده انا فرحانة جدا انا معاكي والله العظيم. ازيك يا شفا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن بقى تقول لنا دكتور نهى خبيره التغذيه وحاصله على دبلومه التغذيه من جامعه ستانفورد بامريكا، فالنهارده هتكون ضيفتنا وهتعرفنا معلومات كتير جدا في التغذيه وخاصه في السمنه والتخسيس. الحقيقه كانت صعبه جدا عليا الحته دي ان انا اقولها، ولكن طبعا سالي عشان واخده نفس الشهاده قالت لي خلاص انا اللي هقول الموضوع ده. نورتنا النهارده يا نهى وسالي، وهنعمل مع بعض ان شاء الله بقى وصفه كده صحيه. يعني بصي فيها كل الحاجات اللي هي وصفه طبق كده كله على بعضه، اكله كامله متكامله، تنفع في عزومه، تنفع غدا، تنفع اكله، هي اكله تنفع دايت برضه، وتنفع دايت جدا. تنفع دايت جدا. فانا هقول لك احنا النهارده هنعمل صينيه بطاطس البيوريه باللحمه المعصجه والخضار. هي اساسا اكله انجليزي اسمها فطيره الراعي، بس انا عارفه لو قلت فطيره الراعي الناس هتتخيل ان في فطير وعجين وحاجات كده. الراعي الظاهر كان مشغول شويه، كان بيجري ورا الغنم فما عادش يعجن، وقال انا هعمل الخبيز بدل ما اخبز واعمل اعملها ببطاطس. اوكي، ده عنده فكر. شفتي بقى؟ طبعا جدا. وراجل، خلي بالك ان هو راجل. راجل عارفين ان الرجاله بيبقى عندهم اهتمام اكتر بالطبيعه، ده حقيقي. وفي رجاله ويقعدوا يقولوا في ملح وفي بتاع بالظبط. لا، وفي رجاله كمان بتبقى متخصصه وليها نفس كويس جدا، يعني معظم الشيفات برضو الرجاله بيبقوا كويسين جدا. انت بتحبي الشاف الراجل ولا الست اكتر؟ صراحه الست طبعا. لا بقى سالي كل مره بتبقى معانا بتشرفنا. طب قولي لنا يا سالي المقادير اللي معانا ايه؟ بصي، اول حاجه 4 بطاطسات كبار مسلوقين ومهروسين. دول انا بسلقهم بالقشره بتاعتهم، بغسلها كويس قوي واسلقها بالقشره بتاعتها علشان نحافظ على اكبر قدر ممكن من الفيتامينات اللي فيها. وبعد كده بقشرها تحت الميه، تحت حنفيات الميه كده، بتلاقي القشره طلعت على طول. اوكي. والبطاطس دي بقى هنحط عليها 2 بيضتين، 1/4 كوبايه كريمه، 1/4 كوبايه جبنه شيدر مبشوره، ملح وفلفل، 350 جرام خضار مشكل، وهقول لك انا مسويه ازاي الخضار ده، ولحمه مفرومه معصجه، وهقول لك برده اللحمه المفرومه انا مسويها ازاي، وشويه زيت بس في قعر الصينيه علشان كل ده ما يلزقش يعني. طب معصجه يعني ايه يا سيدي؟ هقول لك معصجه دي بقى يعني ايه، هشرحها لك. معصجه دي يعني احنا بنجيب اللحمه المفرومه من عند الجزار، هنقول مثلا نص كيلو لحمه مفرومه، هنبشر عليه بصلتين كبار حلوين محترمين كده، ونحطهم في الحله مع بعض من غير اي دهون، معاهم فلفل وبابريكا وقرفه وشويه قرنفل صغيرين، ونقلبهم على نار عاليه تقليب سريع من غير اي دهون خالص، لان هي اللحمه اوريدي فيها دهونها، اي لحمه مفرومه بيبقى فيها شويه دهون، لغايه لما تستوي. اخر حاجه بحطها الملح بس كده. اوكي، اي حاجه بسيطه. الدهون دي، الدهون عايزه اقول لك ان الدهون اصلا انواع. انا عندي الدهون، في دهون صحيه ودهون غير صحيه، بس الحق ربنا يعني الدهون اللي بتبقى موجوده في اللحمه غير صحيه. الدهون الموجوده في اللحمه غير صحيه. طب احنا مش عايزين نظهر عليها دهون ثانيه. ايوه، عشان كده هي فعلا قالت يعني ما تحطوش اي ماده دهنيه ثانيه، هي كفيله قوي اللي موجوده في اللحمه. بالظبط، فنكتفي بهذا القدر. ايوه بالظبط. ماشي، يلا بينا يا سالي نبدا. بس بقى انا ببقى واقفه دايما جنب سالي. في تقليب النهارده. تقلبي الحاجات دي بحبها قوي. بصي، اول حاجه هنكسر البيض على البطاطس. اوكي، تمام. معاهم 1/4 كوبايه الكريمه. فاكره قبل كده انا قلت لك ان كوبايه الكريمه الكالوريز اللي فيها عاليه، بس احنا لما نيجي نقسمها على كل عدد الناس اللي هتاكل هنلاقي في الاخر ان هم مش هياخدوا كميه كبيره. بس انا عايزه اقول لك يا سالي ان انا جسمي بيحتاج دهون ونشويات وبروتينات وبنحتاج سكريات كمان، بس الفرق بقى الكميه زي ما سالي كده ما قال. بالظبط كده، انا كل حاجه، كل الاكل مفيد وكل الاكل مضر، بس انا محتاجه ان انا اكل كميات قليله جدا. بس بصي يا نهى، بما انك انت حد كده خبير في التغذيه والنهارده انت منورانا في وصفه هنيه، وانا مبسوطه جدا. انا فرحانه. انا عايزاكي بقى شويه تكلمني على السمنه
واحنا عارفين مشاكل السمنة، لكن احنا دايما بنقول احنا مش هنتكلم فيما بعد ان احنا خلاص احنا تخنا، لا احنا دلوقتي واقفين قدام المرايه وعارفين ان احنا دخان او بنعاني من سمنه كانت موضعيه او ان كانت سمنه مفروطه او سمنه عاديه. انواع السمنه كتير جدا كمان. وطيب وفي ناس كده تقول لي طب انا الاقي الدهون الصحيه منين؟ الدهون اللي جسمي محتاجها الاقيها فين؟ بلاقيها في اللوز، بلاقيها عايزه اقول لك في زيت الزيتون، بلاقيها في منتجات حاجات كتيره جدا انا ديت انا جسمي محتاجه، وفي نفس الوقت بتحل المحل الدهون اللي غير صحي. تخيل يعني قصدك ان احنا مثلا نستخدم اكل معين بديل للاكل اللي هو الغير صحي علشان انا ممكن استبدل الماده الدهنيه زيت الزيتون. زيت الزيتون الكالوريز بتاعته يعني قليل جدا لا يذكر، تمام؟ ممكن في يومي اكل من 6 لـ7 لوزات نيين. اللوز ده برضو بيديني الدهون اللي انا محتاجها. أوكي. انا بسميها دهون غير مشبع، هي علميا دهون غير مشبع. فاهماني؟ لان انواع الدهون دهون مشبع ودهون غير مشبع. والله يا سالي انت خبيره فعلا. يعني سالي كل حلقه لسه والله الحلقه اللي فاتت قالت الشهاده قالت نفس الكلام ده. ما كناش بنغش، احنا شاطرين. عايزه اقول لك امبارح بفتح البتاع الدرفه بتاعت المطبخ، المهم ايه لقيت حاجه كده لونها احمر، فمامتي قالت لي دي شطه خدي بالك منها، قلت لها لا دي فابريكا، قالت لي لا شطه، قلت لها فابريكا والله العظيم. هي التالي دي اللي شرياها لا طلعت فابريكا في الاخر. عايزه اقول بقيت لهاليها خالص. بص عايزه اقول لك بقى على الخضار. الخضار ده انا عامله فيه ايه؟ حله. طب معلش ثانيه واحده، احنا حطينا البيضتين وحطينا انا حطيت كل المكونات اللي انا قلتها مع البطاطس. تمام. بيضتين والكريمه والجبنه المبشوره وشويه ملح وفلفل. حلو قوي. بس كده الخضار بقى عشان احافظ عليه لونه حلو وامور كده، ده واخد سلقه كده على البخار. اللي هو ايه؟ الحله جبتها حطيت فيها ميه بتغلي، حطيت عليهم طاسه مش طاسه المخرمه مصفى مصفى ازاي؟ مصفى انا بطبع عليها. المصفى بس بحيث ان المصفى ما تبقاش بتلمس الميه تحت. بيبقى طالع عليها البخار بس، واحط الخضار احطه مفروض كده في المصفى واغطي. بس واسيبها بقى كده هي بتستوي في البخار اللي طالع ده، ما تبقاش داخله جوه الميه. قد ايه بنسيبها؟ فتره كبيره. بصي والله انا بروح مطلعه كده فاصوليايه جزرايه وقتهمها لانها بتقرش تبقى حلوه يعني. يعني ليه ما ندوقش؟ وطول ما انتوا بتطبخوا دوقوا يا جماعه يعني. ده اهم حاجه شغلوا بقكم. ايوه شغلوا كل حواسكم. لا 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 كده صدمتيني. ايه قد ايه دي؟ احنا بتوع قد ايه برضو احنا بندوق. عايزه اقول لك برضو ان الخضروات اللي هي مستخدماها شيف سالي جميله جدا وهتزود معايا كمان معدل الحرق. الجزر والفاصوليا. الفاصوليا بالظبط ديت عايزه اقول لك من النباتات المساعده اللي بتساعدني ان انا ازود الحرق، ويبقى ما فيهاش كالوريز اصلا، تبقى حلوه جدا للدايت والناس. بالظبط كده. بصي هو انا معايا ما انسوا كلمه دايت، انا ما بخليش الناس كل اللي انت عايزه كل الاكل اللي نفسك فيه بس بكميات قليله جدا. والله يا بنتي شوفي نفس المبدا بالظبط كده. انا ما عنديش حاجه. اصل بصي لو حاجه خرفنا فيها هنعرف نظبط بقيه اليوم، نظبط بقيه الاسبوع، نلحق نفسنا. اهم حاجه تظبيط مواعيد الاكل، اهم حاجه الكميه. انا ممكن اكل يعني وجبات فيها سعرات حراريه تمام، بس الكميه لما تبقى قليله برضو هتتقسم. بالظبط. على عكس لما انا اجي اكل مره واحده بس في اليوم والاقي كميه كبيره قوي من الاكل، وفي نفس الوقت ممكن انا طول النهار في ناس يعني اول ما بتبتدي تعمل دايت لا انا هقفل بقي تمام التمام كده عشان اعمل دايت. تمام. طب ايه رايك في اللي هم الناس دلوقتي اللي بيقولوا نصوم 16 ساعه؟ يعني في دلوقتي كده زي ظاهره الكيتو. في كمان الكيتو ده في صيام المتقطع، في انواع دلوقتي كتيره طالعه. بالظبط. بس عايزه اقول لك ده برضو مضر. ايه رايك فيه؟ لا مضر على المدى البعيد. يعني انا جسمي محتاج حاجات كتيره جدا جدا. تمام. وبعدين انت برضو في ناس بتمل، يعني في ناس جربت انواع الدايت ديت وبرضو ملت. صحيح. بالظبط. صحيح انت معلومتك دي. يعني عايزه اقول لك ان انا لما اقسم وجباتي على مدار اليوم افضل بكتير من ان انا اكل وجبه واحده بس وفي وقت غلط. فاكره شين انا قلت لك باكل كام وجبه؟ 6. قلت لي بتاكلي 6 وجبات. ده المفروض بقى ان احنا نعمل 6 ظن المفروض ان احنا نعمل 6 وجبات على مدار اليوم، الكميه بتبقى قليله جدا يا شيري. تمام. وانا برضو هتحكم لكم بكل حاجه ما تقلقوش خالص. طب عندي سؤال. قولي. الكرش. ايوه سمنه البطن بنعمل فيها ايه؟ عايزه اقول لك بجد
مش عايزه كلام علمي. مش كلام علمي. بصي هو عايزه اقول لك الناس اللي عارفاني عارفه ان انا ما بحبش الكلام العلمي. انا ببقى قاعده كده بتكلم معاهم، حتى البيشنت اللي بيتابع معايا بتابع معاه اللي هو ايه، احنا فريندلي جدا، بتكلم معاه عارفه زي ما بتكلم معاكي كده بره الهوا جوه الهوا عادي جدا. بصي دهون الكرش، الكرش ده مش مجرد ثانيه واحده تقولنا سالي معانا سبع دقايق اهلا احنا بنوصل. قولي كده يا سالي كده. انا دلوقتي هحط اللحمه المعصجه فاعرف واضح نسينا نفسنا وكلنا. الراعي كان كسل جدا على فكره يعني، فهو حط اللحمه في قعر. انا كان لازم اقول لك انا مستني، انا قاعده مركزه في كلام الدكتور اللي كملي يا لو اتفضل. قول لي دهون، لا يا روحي ولا يهم، دهون البطن دي من اخطر الدهون. اوكي دهون البطن مش مجرد ان هي شكل مش لطيف، مش مجرد ان هو بيضايقني في لبسي بيقلل حركتي، لا بالعكس احنا نسيب النقطه دي خالص. مع ان النقطه دي برده مهمه بالنسبه لنا احنا كبنات، وبرده والله كرجاله دلوقتي برده في ناس اللي هم يعني الشكل بقى بالنسبه لهم مهم قوي جدا دي في كل حاجه دي في كل حاجه. طيب انا سيبك بقى من نقطه ان هو ايه يبقى الشكل هو اللي هبلنا، بيهمني كمان اللي هي على المدى البعيد ومش بعيد قوي، بيبقى على حسب برده الناس وطبيعه جسم كل حد فينا بتعمل لنا اضرار. طيب ايه الاضرار اللي بتعملها ديت يا شيري؟ اول حاجه بتسبب لي تصلب في شرايين. اوكي ثاني حاجه بتسبب لي ارتفاع في ضغط الدم، مشاكل القولون، ممكن مشاكل قولون وسكر، وسكر درجه ثانيه. ايوه عايزه اقول لك احنا لما هنخس عن يعني هنرحم نفسنا من امراض كتيره قوي. انا دايما بقول يا شيري انا ان السمنه بوابه الامراض، السمنه مش مرض. خلينا كده صراحه مع بعض، السمنه مش مرض، السمنه بوابه الامراض. انا لو ما حافظتش على نفسي تمام هدخل في مشاكل كتيره جدا. طيب انا هشرحها لك ببساطه جدا يا شيري. تخيلي كده انا دلوقتي السمنه بتزود. ثانية واحدة ايوه ثانية واحدة سالي حصلت سالي بتلعب من وراك. ايه يا سالي بتعملي ايه؟ حطينا طبقات، حطيت الاول دهنت القالب بزيت كده خفيف. اوكي حطيت من تحت اللحمة المعصجة. حلو حطيت عليها الخضار السوتيه، وبعدين على وشهم البطاطس اللي احنا عملناها بالحاجات الحبشتكنات بتاعتنا. الثلاث طبقات وبعدين بنعمل فيهم ايه؟ تدخل الفرن وتطلع جاهزة. بجد؟ ايه الفرن السخن الملهلب ده اللي امبارح حرق لنا صوابع ايدينا وملهلبنا؟ استني بحسن ده انا مش لاقيه ايه المسكه ونطلع اللي جوه دي. شفتي تاني ده حكايه؟ لا الراعي كان ممتاز جدا. قالت لي هتقلبي وما قلبتش في الاخر. اوكي ضحكت عليكي. جدا. عارفه ان انا كنت يعني دايما لما بتكلم مع دكتورز وكده في مجال السمنه كان بيختلفوا دايما ما بين ان السمنه مرض ولا السمنه عرض، يعني دي دايما كان بيبقى اختلاف. احيانا كتير في دكاتره تقول السمنه مرض ولازم التخلص منه، وفي ناس ثانيه تقول لا السمنه عرض. الحقيقه البوينت دي بتختلف من شخص لاخر. صحيح. في ناس بتعاني من السمنه المفرطه، وطبعا اكيد انت قولي لي برده المعلومات دي صح كده ولا غلط اللي انا هقولها، بس في ناس بتعاني من السمنه المفرطه او من السمنه بشكل عام وما بيعانوش من اي امراض، بالعكس صحتهم كويسه جدا. سوري قطع كلامك. اكيد داخله اهي الفرن. اهي داخله الفرن على درجه حراره كام وهتقعد قد ايه؟ على درجه حراره 200 لغايه لما تحمر. على درجه حراره 200 سابق التسخين لغايه لما تحمر، لغايه لما يبقى شكلها كده، لان هي يعني هي ما فيهاش غير البيض بس اللي مش مستوي، ده كل حاجه مستويه. هي في حاجه مش مستويه؟ هي خلصت كده. طب واللي فوقها ده ايه؟ شوف بقدونس كده، انا قلت احطهم بقدونس. عارفه كان في مسرحيه حدين ميان اللي هي عامله لي ايه النهارده يا بهيجه؟ سبانخ. بس حلوه جميله. شفتي بقى خلاص وهو خلص. والله اتجنن يا سالي. لا تسلم ايدك والله. شوف سالي دي اظن بقى لو في عزومه أوكي. نعملها بس واحدة أكبر شوية علشان حسب العدد، وكل واحد هياخد قطعة كده صغننة. أنا بالنسبة لي لو في عزومة وفيها الطبق ده أنا هاكل من الطبق ده بس. خلاص كده. طيب الطبق ده ناخد منه حتت صغيرة يعني قطعة حبات صغن يعني حبة صغيرين ناكل منها وحبة صغيرين وناكل من كل الأصناف برضو عادي ومن كل الطبقات. يعني أنت لو حد جالك ممكن ياكل من كل حاجة بس بكميات قليلة. أنا ما بخليهمش يعملوا دايت يا شيري. هم أنا بمشيهم على لايف ستايل معين صحي. ده اللي احنا عايزينه. يا سالي تعالي جنبي كده علشان احنا الاثنين. ايوه احنا عايزين نسمع الكلام ده. ده اهم حاجه. احنا كنا بنتكلم عن دهون البطن، وانا دايما انا بقول لك انا كنوها انا بقول دايما السمنه مش مرض، السمنه بوابه الامراض. انا السمنه لو ما لحقتش نفسي، لو ما ابتديتش بدايه صحيحه، لو ما مشيتش على الصراط المستقيم تمام كده خلاص انا انسى
يعني هوصل لمرحله ان انا مش هعرف اسيطر على نفسي. طيب دي حاجه بتعملها لي. طيب البطن، دهون البطن بالذات بترفع لي، بتزود ضربات القلب ازاي؟ تخيلي كده لما انا دايما بعبر عنها كده، يعني انا دلوقتي ماسوره ميه تمام، بماشي فيها الميه عادي جدا تمام. انا كل تخيلي كده الماسوره دي كل ما بيتراكم فيها رواسب، كل ما يتراكم فيها رواسب الميه مع الوقت مش هتعرف ان هي تمر بسلاسه. انت فاهماني؟ ايوه فهمت. فهتيجي بقى لمرحله معينه كده يا شيري اللي هو عماله تعمل مجهود عشان تضخ الدم، المفروض القلب اللي بيضخ الدم للاجهزه كلها، فهيفضل يعمل مجهود يعمل مجهود لحد ده سبب اساسي في ارتفاع ضغط الدم. هتلاقي معظم الناس اللي عندها سمنه عندها ضغط، الضغط بيعلى. علشان كده انا عندي براعي جدا الامراض المزمنه او بالظبط كده. اوكي. وعندي برضو كورسات لجميع التخصصات. انت هتقولي لي دلوقتي حالا على مفاجاه قبل ما نختم الفقره دي ونكمل مع بعض الفقره اللي جايه ان شاء الله كده. ونكمل كمان بالتفصيل اكتر مع نهى ناصر، لكن انا عايزاكي الاول تقولي لي على الكورس وعلى المفاجاه بتاعتك. المفاجاه النهارده ان الخصم 40% طبعا عشان عيونك يا شيري عشان خاطرك برضه يا شيري عشان دي حاجه كبيره. لا كده يا سالي كده وعشان احنا زملاء برضه يا شيري بالظبط عشان كنا قاعدين جنب بعض كده. خصم 40% بس الخصم ده لحد الساعه 12. الساعة 12 ايه؟ 12 بالليل. 12 بالليل يعني النهارده بالظبط كده. الحلقه بس وصفه هنيه بقى، هاشتاج وصفه هنيه عندنا النهارده خصم. طيب الخصم عباره عن ايه والكورس اصلا عباره عن ايه؟ او ياخد الخصم ازاي؟ بالظبط كده. انتوا بتتسلوا قدامكم 6 ارقام، هتلاقي خبير التغذيه هترد عليك. انا عندي ستاف كامل خبراء تغذيه، يعني احنا مش كول سنتر، لا احنا خبراء تغذيه. أوكي. تمام. قدامكم 6 ارقام. الكورس عباره عن كبسولات ونقط واعشاب، والهديه برضو عشان ما ينفعش اجي بايدي فاضيه بالبرنامج الجميل ده. ايوه. كريم التفسير لاي مكان داكن في الجسم، وهشرح لك برضو كل حاجه بالتفصيل بعد الفاصل. انا سعيده جدا يا نهى بوجودك معانا النهارده خاصه هنيه، يعني ان شاء الله هنكمل مع بعض على مدى الموسم بتاعنا، وطبعا اكيد هنستفيد من معلوماتك كل مره حبيب. كل مره طبعا يا سالي تقدم لنا بقى فطيره الراعي دي. الراعي الراعي ماله كان ماله قبل ما نختم يخبز ما يعني نقعد نعجن ونعمل حاجات كده. لا لا النهارده كان بننجز فطيره الراعي، احلى فطيره مع احلى سالي في الدنيا. انا بشكرك جدا يا سالي، خلصت فقرتنا مع بعض، لكن ان شاء الله في الاسبوع الجاي يوم الاربعاء والخميس الساعه 2 كل اربعاء وخميس مع بعض. ما تنسوش الوصفات دي كلها، لو في اي حاجه فاتت منكم بتنزل على البيج على الفيسبوك، وصفه هنيه بالانجلش وصفه هنيه بالعربي. بشكرك يا سالي. ميرسي حبيبي. وبكده تكون خلصت فقرتنا، ولسه مكملين معاكم فقراتنا في وصفه هنيه.